الحمد لله، الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإيمان الحقيقي يقوم سلوك صاحبه ويهذب أخلاقه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمان له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا حياء له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا وفاء له. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الإيمان ليس بالكلام، الإيمان سلوك وأخلاق وقيم. ومن هذه الأخلاق نقف مع خلق عده نبينا صلى الله عليه وسلم الخلق الأصيل للإسلام، فقال: إن لكل دين خلقا. فما خلق الإسلام يا سيدي يا رسول الله؟ وخلق الإسلام الحياء. والسيدة عائشة رضي الله عنها تؤكد على ذلك فتقول: مكارم الأخلاق 10، عدت منها صدق الحديث وأداء الأمانة وإكرام الضيف ومكافأة الصنيع رد الجميل، لأن الإسلام دين الذوق والأخلاق والقيم. قالت: ورأسهن الحياء. والحياء من الأخلاق الراسخة التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية، لم تنسخ في أي ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من كلام الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويكفي الإنسان ذمًا وعيبًا أن يقال فلان لا يستحي. إذا قيل عن شخص إنه لا حياء له ولا أدب له ولا يعرف العيب ولا يستحي، فتلك خصلة من أسوأ الخصال، حتى أنهم قالوا: ما أهجى بيت قالته العرب، أكثر الأبيات هجاء لازعا. قالوا قول جرير: إن يخدروا أو يجبنوا أو يبخلوا يغدو عليك مرجلين. والترجيل تصريح الشعر، كأنهم لم يفعلوا، يفعل الفعل الشنعاء ولا يستحي لا من الله ولا من الخلق. ويقول الشاعر: إذا قل ماء الوجه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. ويقول الشافعي رحمه الله: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. ويذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك فيقول: إذا خلوت بريبة في ظلمة، وقت الظلام الدامس لا يراك إلا الله، إذا خلوت بريبة في ظلمة، والنفس قد جنحت إلى العصيان ومالت بك النفس إلى المعصية، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس قد جنحت إلى العصيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله، وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وهذا ما كان من الفتاة التي طلبت منها أمها أن تخلط اللبن بالماء، فقالت لها: يا أمه، أما سمعت بعزمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على إذ نادى مناديه: لا يخلطن أحد اللبن بالماء؟ فقالت لها: وأين منك عمر أو منادي عمر الآن؟ قالت: يا أمه، إني أستحي من الله أن أطيعه على الملأ، أي على الملأ، وأعصيه في الخلاء. هل تستحي من الله أن تطيعه على الملأ وتعصيه في الخلاء؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب، لا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما يخفى عليه يغيب. الحياء من الله يقتضي أن تعاقب الله في خلوتك وفي ظلمتك كما تعاقبه على ملأ من الناس. فإن كنت تستحي من الله في الخلوة كما تستحي منه على الملأ، فأنت على حسن مراقبة لله، وهذا جزاؤه عند الله عظيم. من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. نسأل الله أن نكون منهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى،
وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن اهتدى. أختم بأمرين: الأول حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يوما لأصحابه: استحوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحيي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ العين عن النظر إلى ما يغضب الله، وتحفظ السمع عن سماع ما يغضب الله، وتحفظ اللسان عن السباب واللعان والفسوق. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحشا. ولذلك نؤكد لكم، عندما تجد صفحة من الصفحات الوهمية أو صفحات الجماعات الضالة تجنح إلى السب والقذف والخروج على آداب الإسلام، فاعلم أن صاحبها لا هو من الإسلام ولا الإسلام منه في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء، البذاءة يكفي أن يقال فلان بذيء، أي سافل، سباب، فحاش، شتام، لعان، وهو ما تجده من كتائب الجماعات الضالة التي تدعي ظلما وزوعا أنها تحمل لواء الإسلام والإسلام منها براء. لو كانوا بحق تأدبوا بأدب الإسلام، المؤمن الحق لا ينطق بلفظ ناب أبدا، ليس بشتام ولا ببذيء. والبزاء من الفحش، البزاء من الجفاء، والجفاء في النار. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن لم يذكر الموت في أيامنا هذه، والموت يتخطف في العالم كله، من حولك من الأهل والأحباب والأصدقاء، فلا واعظ له. من لم يتعظ بتخطف الموت لمن حوله فلا واعظ له. كفى بالموت واعظا، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه، أي لا يتعظ حتى يدخل القبر. وتذكر الموت والبلاء، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومما يتعلق بقضية الحياء وبافتتاح هذا المسجد الذي نحن بصدده، تلك الحملات المأجورة التي قامت بها الجماعات الضالة حول قضية بناء المساجد في مصر. الآن وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر، في أقل من شهرين، هذا المسجد هو رقم 383 في الافتتاحات. وأسأل الله العلي العظيم أن يجزي كل من أسهم أو قدم أو قام على مثل هذا المسجد بهذه العمارة الفريدة، مما يجعلنا أن نقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الجماعات كانت تختلس على أرض مختصبة. ما يحقق أهدافها ومصالحها؟ زاوية صغيرة هنا على أملاك الدولة، على أرض، على حافة الطوع، عند المقابر، عند السكة الحديد خلف القضبان، ليختبئوا بأفكارهم الضالة عن أعين الناس. فلما عادت الدولة تستبدل في طريقها الإصلاحي بكل زاوية تعيق طريق الناس مسجدا على هذا النحو وعلى هذا الصرح بمفهوم المسجد الجامع، فالدولة تبني ولا تعمر. وأكدنا أن ما حدث من عمارة المساجد في السنوات الست غير مسبوق، وربما لا يتكرر بسهولة في أي مكان، إذ بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته ما يزيد على
3600 مسجد. والذي دعاني أن أؤكد على هذا سعادتي بهذا الصرح وبهذه الطريقة بهذا العمران، هذا هو مفهوم المسجد، وهذا هو الفرق بين عمل الدول وعمل المؤسسات وأفكار تلك الجماعات. الدول تبني، نحتاج إلى أن نقوي دولنا ونقوي مؤسساتنا الوطنية، ولا نسمح بتلك الكيانات التي كانت تريد أن تصنع كيانات موازية، سواء في المساجد، سواء في الأعمال، في أعمالها كانت تحاول أن تصنع كيانات موازية. هذه الجماعات لا تنشأ إلا على أنقاض الدول، أما هكذا الدول. وبالمناسبة عندما يبنى هذا المسجد لم يبنى في الفضاء الطلق، وإنما بني في مدينة عامة، مدينة مبنية على تراث آدمي وإنساني. فالدولة لا تبني المساجد فقط، إنما تبني المسجد والمسكن والمساكن حوله رأي العين على أحدث طراز ممكن، وتبني المدارس وتعبد الطرقات. هكذا عمل الدول، مما يجعل تقوية الدولة الوطنية فرض عين على كل إنسان متدين، وكل وطني وكل إنسان يحب وطنه عليه أن يعمل، وعلينا أن نبرز ولا نجحد. فمن الظلم أن تشوه الحقائق هذه الجماعات التي لا تعرف إلا التشويه والهدم، وإلا فليرون هم ماذا بنوا وماذا قدموا وما الذي قدموا للإنسانية وما الذي قدموا لأوطانهم. إنهم لا يعرفون إلا الهدم والتشويه، أما الدول فتبني وتعمر. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ أوطاننا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصرنا وأوطاننا وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.